خلصت الثلاث خطوات بتوعي اللي هو define وmeasure وanalyze، بدخل في الخطوة الرابعة اللي هو improve. طب أنا هعمل إيه بقى في الامبروف ده؟ أبدأ أدور على الحلول، وأنا خلاص أنا عندي الكوز واضح، عايز أعمل حلول، فإزاي أجيب الحلول؟ أعمل برين ستورمنج، دي من أحد الأفكار، والناس تطلع بحلول، وبعدين أعمل prioritization لأحسن حل. Select the practical solutions اللي تتناسب معايا ونقدر ننفذها وتقضي على الموضوع ويبقى كنترول. Develop maps of processes based on different solution. انا عملت solution ده، خلاص برسم عليه process map جديدة بدل القديمة لان هحط فيها الحلول الجديدة. وبعدين select and implement the best solution. انا نقيت الماب بتاعتي اللي هي افضل حل بعد ما الناس كلها وصلت الى اجماع، فبعمل select and implement the best solution. برضو بالمناسبة ممكن نقدر نقول الحاجات اللي هي بتساعدني في اني الاقي الحلول من التولز بنستخدمها، اللي هو النومينال جروب تكنيك والديلفي تكنيك والمالتي فوتنج وحتى البرين ستورمنج من الحاجات اللي بتعمل سوليوشن او ازاي تلاقي سوليوشن بلاننج. برضو اللوتس دايجرام والافينيتي دايجرام والفلو شارت والفاليو ستريم ماب والبروسيس ماب والاي 3 بروبلم سولفنج ماب والفورس فيلد اناليسز، كل دي تولز بنستخدمها علشان ننقي سوليوشن بلاننج. انا حبيت بس اقولهم بسرعه كده، لكن ان شاء الله باذن الله لما نتكلم عليهم في شابتر 4 هيبقوا واضحين اكتر من كده بكتير. خلصت نيتي، بعمل ميجر للامبروفمنت، بحطبق خلاص انا عملت امبلمنتيشن لاحسن حل، بعمل ميجر للامبروفمنت اني لازم اقيس القياسات الجديده بتاعتي بعد ما طبقت الشغل. وده اللي هنشوفه في الخطوه الاخيره الخامسه اللي هو كنترول. كنترول بعمل ايه؟ مينتين ذا سوليوشن. مينتين ذا سوليوشن اللي احنا سمعناه قبل كده زي ايه؟ زي سستين ذا جيم، امسك في التجديد اللي حصل ده والحدث الجميل اللي حصل ده. فانا بعمل ايه؟ كونتينوس امبروف ذا بروسيس يوزنج لين برينسيبل. هستخدم بقى اللين عشان اقلل الويست واعمل شغل واحسن البروسيس اكتر ما هو متحسن يعني، وبالتالي انا كده برضو هقلل الفاريشن اكتر وابعد عن السبيسيفيكيشن بتاع الكاستمر بتاعي. انشور ذا بروسيس از بينج مانجد اند مونيتور بروبرلي. لازم اكون متاكد ان انا حاطط كاميرات كويسه على البروسيس بتاعي ده وبراقبه بصفة دورية، لأنه ممكن في أي وقت يحصل ديفيشن، واحد ونص يمين واحد ونص شمال مفيش مشكلة، أما يروح أكتر من كده هتبقى مشكلة، ممكن نرجع للبروسس الأولاني. Expand the improvement, the improved process throughout organization. أنا بقى خلاص بقيت نجم وعملت شغل حل، بعمل إيه؟ بنشر الخبر الجميل ده، بنشره في المستشفى كلها إن احنا اشتغلنا على حاجة صغيرة، لا أبدأ أعمله organization wide، كل الناس تبدأ تشتغل بالبروسس الجديد ده ويعرفوا بيه. كمان apply new knowledge to other processes in your organization. طبعا اذا كان في new processes عندي فيها improvement محتاج ان انا اشتغله، هبدا اعمل له apply واشتغل على اللي بعديه، يعني البروبلم اللي بعديها ابدا اشتغل عليها واعمل announcement نجاح المشروع اللي احنا اشتغلنا عليه ده. اهم حاجه في الموضوع ان الناس اللي اشتغلت لازم يتبسطوا ونعمل لهم حفله وياخدوا مكافئات، share and celebrate your success. ده بالنسبة لي اللي هو الديمايك اللي هو بيشتغل على الايه يا جماعة، على الريديزاين. فاضل جزئية صغيرة خالص هنتكلم فيها على بدل الديمايك DMA DV. نفس ديمايك بالضبط، هو تولز بستخدمها بس مش عشان الريديزاين، بستخدمها عشان اعمل نيو بروسس. يعني انا هبدأ بروسس مش موجود اصلا خالص عندي في المستشفى وانا اللي هخترعه، فهعمل ايه؟ دي نفس القضيه، الدي والام والاي زي ما هي ديفاين وميجر وانالايز، كل اللعب هيبقى فيه اللي هو الدي والفي. فانا عندي ديفاين وميجر وانالايز وديزاين وفيريفاي. هنتكلم بسرعه على الديزاين، نفس الخطوات بس انا بقى ما عنديش بروسيس، فانا بعمل ديزاين للبروسيس. مواصفات البروسيس ده انه لازم يوصل للعميل، يعني انا كل تركيزي على الكاستمر نفسه، الكاستمر هو اللي انا محتاج اعمل فوكس عليه. يبقى ده لما اكون بعمل ديزاين من سكراتش من جديد مع كل العلم والتطور والتقدم والبروجرامز اللي موجوده دي، يبقى انا اكيد هعمل بقى ديزاين ويل ديفلوبد وهاي ليفل، لازم يكون عالي عشان المريض يتبسط.
والحاجة التانية identify where error may occur and to make necessary modifications. دي حتة قريبة من الفيميا كده، انك انت بتجهز ان ممكن يحصل ايرور في الحتة دي والحتة دي، اللي هما السيجمال ثلاثة على اليمين وثلاثة على الشمال. هل ده فيميا؟ لا، احنا قلنا الفيميا بتشتغل على المصايب، اما السيك سيجما بتشتغل على الكومن كوز فاريشن. بعد ما اعمل الديزاين ده 100 100، بعمل له فيريفيكيشن، بعمل له بايلوت تيستينج اكتر من مره. طبعا الاول لازم كل الستوك هولدرز او الناس اللي هم حوالين البروسس او بيستخدموا البروسس يكونوا موافقين عليه، وبنعمل سيفرال بايلوت تيستينج. علشان طيب بايلوت تيستينج طبعا اللي انا بجرب البروسس نفسه اكتر من مره وبشوف مدى نجاحه، هل في شكاوي وناس بتستوعبه وسهل ومتعلماه وفي اوتكم كويس. فده هدف السيفرال بايلوت تيستينج. وبعدين بعد كده بنشر التست ده، بعمله اورجانيزيشن وايد ديستريبيوشن للنيو بروسس ده، وبحاول اعمله سستين ذا جين. وسستين ذا جين قلنا جواها ان انا بعمل مونيتورنج وميجرنج على طول، ما سيبوش لغايه لما يبقى ستيبل والناس تبدا تستخدمه، ويروح بقى شيفت واحد ونص يمين واحد ونص شمال، ما فيش مشكله بس الدنيا هي تمام. فاضل اخر حاجه نقدر نتكلم عليها بسرعه كده، اللي هو الليفلز بتاعت السيكس سيجما، ودي تعتبر الناس اللي بيشتغلوا في السيكس سيجما نفسهم. ايه معلوماتك عن السيكس سيجما؟ انا معلوماتي والله لسه انا جديد، ما اعرفش حاجه لسه، بس انا ايه راجل يعني شامبيونز وبحاول احل المشاكل في المستشفى ومش عارف ايه وكلام من ده. فاذا كنت راجل يعني مجتهد فانت كده نعتبرك من الوايت بيلتس، اللي هو الناس اللي معاها الحزام الابيض. الاحزمه دي الوانها يا جماعه ماشيه مع احزمه الوان الكاراتيه، اللي هو قوه من الابيض الى الاسود او الى اكثر من الاسود كمان، ان من الضعيف الى القوي. الوايت بيلت ده بيبقى انت راجل بس ايه بتشارك كده في حل المشاكل يعني. اما بالنسبه لليلو بيلت ده الراجل نفسه اللي بيشتغل في السيكس سيجما، بيبقى من التيم ممبر اللي بيحل المشاكل يعني داخل جوه البروجكت. الجرين بيلت بتسمح بالراجل، طبعا دي شهادات، الجرين بيلت تسمح بانه هو ليد جرين بيلت بروجكت اند تيم. يعني انت تستطيع انك تبقى بدل ما تبقى ممبر تبقى ليدر، بس ليدر لايه؟ لبروجكت مسموح بالجرين بيلت، مش كبير طبعا. البلاك بيلت طبعا انت بتبقى راجل بقى ايه ليدز بروبلم سولفينج بروجكتس، يعني تقدر تخش بقى في ايه حاجات تقيله ويبقى تحتك الناس اللي هم الصفر والبيض والحاجات دي يشتغلوا تحت ايدك يعني. طبعا برضو ممكن تعمل ترينز ديديكيت اول ذير بروفيشنال افورتس تو سيكس سيجما. الناس دي البلاك بيلتس بيشتغلوا للشغل بتاع السيكس سيجما، وفي شركات قويه جدا بتشتغل على السيكس سيجما. الماستر بلاك بيلت طبعا انت راجل يعني بقى ايه استاذ. Concentrate on Sigma implementation. Train and coach black and green belt functions at the Sigma program level. Develop key metric and strategic directions. يعني انت راجل بقيت ماستر بتدرس قضية السيكس سيجما دي وبتنشرها للناس الآخرين. أتمنى ان السيكس سيجما تكون موضوع سهل مو صعب يعني، وان شاء الله الحاجات البسيطة اللي احنا اتكلمنا فيها النهاردة على مدى المحاضرات اللي احنا عطناها ان شاء الله تكون سهلة للناس. وإذا في أي أسئلة أنا مستعد جاهز للرد عليها، سواء في الجروبات أو على الخاص أو زي ما أنتوا عايزين. وشكرا لمتابعتكم.